عميل سابق بالوكالة ريكو رودريغيز. لهيدي اللحظة محله مش معروف من وقت ما انسحبنا من ميديتشي. هو المسؤول عن عزل نصر رؤساء الدولة. جماعة العقاب الأسود واجهته من قبل بسان سبيريتو مطرح ما اغتال قائدنا الرئيس سلفادور مندوزا، وقتلناه مرة تانية بميديتشي لما طير سيباستيانو دي رافيلو. بس كان في هنيك تدخل من الوكالة، هيدا هو المسؤول عنه توم شيلدن. عرفنا انه دوافع رودريغيز لتحرير ميديتشي هي دوافع شخصية. انت خبرتني عن هذا الرجال من قبل قائد موراليس، نحن عم نحضر اختبار، فينا نفوت دغري بالموضوع. اكيد سينيور اسبينوسا، المعلومات بتقول انه هو ابن ميغيل رودريغيز. صديقي ميغيل رودريغيز؟ ها؟ وبعدين؟ وهو هون بسوليس هلا. لكن هيدا سلاح بي المدمر، مشروع يابا. كان البابا رجال طيب ومخترع، منا منطقي يبني شي مثل هيدا. كان عمي رجال طيب كمان. خلصت القصة بموتون، في أسئلة كتيرة صار لازم نحصل على الأجوبة. ما فيك تعمل هيدا الشي وحدك، أنا بعرف ناس فيهم يساعدوني. ميرا أنت عملتي أشياء مثل هيدي من قبل. هيدا الشي غير في اتحمل الطقس العاطل. القصة أكتر من طقس عاطل ريكو، بس لو إنك سمعت لي. ميرا الخطة هي لايحة بالأشياء اللي بتصير غلط، وأنا بحب تكون الأغلاط قليلة. كوني مستعدة لما ببعتك على وحدة التحكم، لازم تلاقي اسبينوزا بسرعة. رح أجاوب عن أسئلتي ومندمر مشروع يابا. هيدي الخطة. منيح، بالتوفيق. أوسكار اسبينوزا لازم يحكي. فقد الاتصالات. عم بسمعك منيح وواضح، رح قوم بمتابعة تقدمك من محل آمن. طريق مسكر، فيك تقطع عنه؟ اوكي، وهلأ لوين؟ هيديك القضوية بالوادي، روح صوبة. هيدا برج كبير. وعد اسبينوسا بأنه رح يغير العالم وما رح يكون في أي نوع من الأعاصير، وأغلبية سكان سوليس صدقوه. ما بقى رح يشكل مشروع يابا خطر ميرا. إذا نجحت خطتك رح تنجح. نجحنا. منيح، الحق هودي الأساطر وبتصير وجه بوجه مع جماعة العقاب الأسود. واجهنا العقاب الأسود وجه بوجه من قبل، انطلقنا. صندوق مليان بالأسلحة؟ إنه جماعة العقاب الأسود ما بينتشروا إذا ما كانوا مستعدين.
كنتوا مبسوطين ابدا اني تدخلت. العقاب الاسود هن مقاتلين مدربين تدريب عالي كتير ومملوكين كلهم من اسبينوسا. جيشه الخاص. واحد كتير منيح كمان. مش منيح كفاية. ما تعتى الهم. مشروع يقع ريكو في لوحة تحكم بأعلى المبنى، ما بعرف كيف رح لاقي طريقة. قائد في عدو بالمنطقة. لاقي هالوحدة التحكم، انت ما بدك تكون هون بس يبلش الاختبار. رح اوصل. الهدف بآخر موقع معروف، تعدوا. لقيت لوحة التحكم. وصلني فيها وبحدد لك موقع اسبينوسا. صرتي موصولي ميرا. استعد، خليك قريب من لوحة التحكم والا رح اخسر الكونكشن. جربوا ليدي. في كتير عقاب أسود هون. عم بمرق بالبوابة. حالك كم ثانية بعد ورح تقدر تتحرك ريكو. أنا عم فتش عليه. خدي وقتي. لسوء حظهم وبقي عايش كل هالوقت. منو رجال عادي سينيور اسبينوسا. ايه لازم نتأكد كمان. اوكي سينيور اسبينوسا. تنشوف شو ممكن يعمل مشروع يابا. اوكي سينيور. بده كم دقيقة تيوصل المركز لقوته الكاملة. تعتقد فيك تلهيه شوي لوقتها؟ هون القائد موراليس، في شي خطر جاي على الموقع. شغلوا دفاعات إيابا، جهزوا كل أبراج المدفعية. المرة اللي كانت مع ريكو بالمطار كانت مثل ما أنا مفكر؟ ايه تم بهالشي. بترجاكي بكل سرور.